جميلة القصيدة يا أستاذ. الله يخليك. جميلة. يعني بس الألم مش نوع الإنسان. لحظة. ما خلاص. ماشي اتفضل. ليعني بس الألم مش نوع الإنسان. أبعد أنا عنه يرجع لي من تاني. ساكن في داري هنا. واللي ناره كمان ابعد بقى عني يا جرح وانساني كل ما اقول هفرح وانسى احزاني يفتح الالم جرحي وارجع انا اعاني هي الحياه كده ما حد فيها ارتاح لكل واحد جاب شكل التاني قصيده وكتبت كتير الايام كتبت كتير كلام زي الاحلام أحلام حياتي المطورة حب وأمل بس الكلام زهرة مفتحة تطرح سعادة وكتير كتبت جراح ومعلمة بكل الكلام ألم وآه تخرج من قلب النظام لكن كلامي معاك هو الحياة هو العلم هو العلم اللي اترفع عناني فوق ونزلت بكل المحبة والسلام على كل يوم أمشي ومعايا الجديد حبك لقلبي حبك لقلبي اللي أحيان من عدم وكتبت قصة كانت قبلك مؤلمة كل الألم دلوقتي نفسي أقطع كل الورق وأبدأ كتاب قصتي من جديد من غير ندم من غير ألم وأكتب إني النهاردة عايشة سعادة من غير ندم عايشة على لمسة إيديك لقلبي لمسة تمام تحيي بحنانك روحي وترجع حياتي من عدم قلبي أنا بعشق تراب بتمشي عليه في كل يوم بعشق حروف اسمك اللي انكتب على قلب حب الحياة من بعد ما كانت عدم وكتبت فوق السحاب حرفين اسمنا عمري ابتدى يوم حبك ما علمني الكلم وساعد لو انا على بحر الامل وكتبت الشعر علشانك حب وامل وروح بترفرف عليا تحيي فيا كل السعاده والامل تطير على شط البحار ترمي السلام تحكي لكل الخلق قصه من خيال ما كنتش اتخيل في يوم اللي هرجع من جديد أعيش من بعد ما قلبي تعبك. شكرا. شكرا لك يا خادم.